مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية. اليوم نتكلم عن القرار الذي أصدرته الحكومة الفيدرالية بالدعوة للانتخابات الفيدرالية في 20 سبتمبر 2021. نتكلم عن هاي الانتخابات، كل ما يجب أن تعرفه، أسئلة كثيرة تم توجيهها لكنار تي في صوت العرب من كندا، وعشان هيك قررنا نعمل هاي الحلقة عشان الكل يستفيد. مين يستطيع أن ينتخب؟ متى يستطيع أن ينتخب؟ ما هي الانتخابات؟ من هو؟ كل شيء. في شغلات كثيرة يمكن تعرفها، في شغلات ما حتعرفها. اليوم حنبدأ بالشغلات الأساسية، كل ما يجب أن تعرفه عن هذه الانتخابات اللي حتحصل في 20 سبتمبر 2021. خلينا نبدأ بالسؤال الأول، وهو كيف أعرف الكانديديت تبع المقاطعة أو المكان اللي أنا ساكن فيه؟ طبعا في كندا في 338 رايدينجز او مكان انتخابي او مركز انتخابي. من هدول ال 383 بدخل عدد من الاحزاب في الانتخابات. خلينا نشوف، انا حاطط قدامكم من ويكيبيديا كل المرشحين الانتخابيين. بتدخلوا على الصفحه، راح تجيكم الصفحه كالتالي: Canadian candidates of 2020. ممكن تعملوا سيرش على هذا الكلام وحتلاقوه دايركت قدامكم كل سهولة. تدخل على مقاطعتك، مثلا أنا في أنتاريو مدينة أوتوا، بضغط على أوتوا بطلع لي هون كل الإلكتريكال ديستريكس اللي موجودة. أنا مثلا ساكن في كارلتون، بورجيني على الخريطة مكانها بالضبط في أوتوا، شوفوا مع أكبر كارلتون. مين المرشح الانتخابي من الليبرال اللي هي جوستاف روي، من الكونزيرفاتيف بيير بوليفييه، يمكن يطلع لك عنه شوية. أوكي، هذا لأنه هو من الـ NDP ما في عندنا أحد مرشح، من الـ Green ما في أحد مرشح، People's Party of Canada اللي هو بيتر كراولي، هدول مثلاً كناتا نيبين، هدول مثلاً في مدينة أوتوا. ممكن تلاقي مثلاً، خلينا نأخذ مثال تاني لإخوتنا، نرجع الصفحة من فوق، سوري بيج أب 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 أيها أول الصفحة، نروح على نأخذ مثلا ميسيساغا، هيها ميسيساغا زي ما انتم شايفين هون برامتونز ميسيساغا سنتر، مثلا عمر الغبرة المرشح عن المنطقة، هاي ميسيساغا سنتر مكانها بالضبط، شايفين قديش صغيرة كحجما. عمر الغبرة طبعا معظم المقاطعات الانتخابية بتكون 100,000 أقل وأقل أكثر تقريبا عدد السكان، مش عشان المساحة، هو على عدد السكان. مثلا كاثي إنزاو من الكونزيرفاتيفز، تينيشيا سامويل من الانديبيز، وكريغ لافيرمي من الجرين، ما في عندهم بي بي سي، وأذرز عندهم. طبعا الكومبيمنتس هذا اللي موجود الآن، هو من هو النائب الحالي للمنطقة أو آخر نائب للمنطقة، وهل هم جرى. يعني هون عن ميسيساغا مثلا إيرميل إكرا خالد هي حاليا، مثلا جيمس نوي مع الكونزيرفاتيف، كوباك أوسمان على إن دي بي، يوان وهل هم جرى. هذه هي الأسماء بشكل عام، هاي كل المقاطعات اللي موجودة أو كل الدوائر الانتخابية 338 دائرة انتخابية الموجودة في منطقة في كندا بشكل عام. نيو برونزويك مثال آخر، فريدريكتونز مثلا، جينيكا أتوين هي الموجودة حاليا زي ما انتم شايفين وهي ليبرال، بعدين أندرو جونسون هو الكونزيرفاتيف، نيكولاس أو بيرني وشيرون بادلي من البي بي سي، ومن الأذرز زي ما انتم شايفين هون مثلا الليبرت بارتي أو الكومونيست بارتي، في اثنين كمان هون مثلا من البي سي بي، مش عارف هذا البارتي فيكتوري يمكن كنيديان بارتي وريفر، هذول البارتي عادة بتكون ضعيفة جدا وقليل ما ينتخب منهم. هذا بشكل عام على موضوع البارتي. زي ما انتم شايفين على الشاشة موجود الموقع بشكل عام، ممكن تكتبوا بس هاي الكلمات candidate of the 2021 Canadian federal election، بيطلع لك كل المعلومات بكل سهولة. طبعا هذه المعلومات. الآن بدنا نروح على
كل شيء بيهتم بهذا بهذه الانتخابات. خلينا في أسئلة كتير، مين بيستحق التصويت، متى نصوت، كيف نصوت، هل في تصويت مبكر، كيف سيتغير التصويت خلال فترة الوباء، كل هاي الشغلات بدنا نتكلم عنها. أول شيء نتكلم عن من هم قادة الأحزاب وما هي الأحزاب الأساسية اللي نازلة الانتخابات. حكينا في أحزاب كتير فيدرالية، ولكن أهم الأحزاب اللي هي متوقع أنها تفوز في أقل شيء مقعد في هاي الانتخابات إلى أن تصل إلى الحكومة، أهمها اللي هو الحزب الليبرالي ورئيسه الحالي هو جاستن ترودو، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس الوزراء الحالي أو إلى حينه. حزب المحافظين اللي هو كونزرفاتيف بارتي ورئيسه هو إيرين أوتول وزعيم جديد للحزب. حزب كتلة الكيبيك وهو حزب موجود في مقاطعة كيبيك، رئيسه إيف فرانسوا بلانشيت. زعيم حزب الديمقراطيين الجدد أو الـ NDP وهو جاغميت سينغ. زعيم حزب الخضر وهي أنامي بول سيدة. زعيم حزب الشعب اللي هو PPC People's Party of Canada اللي هو ماكسيم بيرني. طيب أين يمكن نقرأ عن الأحزاب؟ تروح على الحزب نفسه وبتدخل على موقعه، بكون كاتب لك عادة البرنامج الانتخابي، مين المرشحين عنده. لو بتكتب بس Liberal Party of Canada بطلع لك، Conservative Party of Canada بطلع لك، وهلما جرى. طبعا روح على الموقع الفيدرالي وليس البروفينشال أو تبع المقاطعة. طبعا في هناك دائما بيصير polls أو جس النبض أو جس الرأي، هذا دائما بكون اطلاعات الرأي بسموها، بتكون قبل الانتخابات. في كتير ناس بسووها، ساعات بسووها CBC، ساعات بسووها الناشنال نيوز ايجنسيز، ساعات بسووها ماكلين جورنال. كل واحدة بتحاول تسوي اقتراعات عشان تحكي مين اللي ممكن يفوز. طبعا هاي كلها توقعات للموضوع، وهي ايضا تعطيك قدرة على التفكير هل ممكن أصوت استراتيجي ولا لا في منطقتي، وهذا شيء مهم جدا. وعملنا عدة حلقات على قناة TV صوت العرب، ممكن تلاقوها على اليوتيوب تبعنا. طيب إيش الأشياء اللي ممكن تصير خلال جائحة الكوفيد؟ طبعا معظم المقاطعات أو 4-5 مقاطعات تقريبا عملت انتخاباتها خلال جائحة الكوفيد، والحمد لله ما صار أي مشاكل. فهم متوقع أنه يقوموا ببعض البروتوكولات الخاصة بالصحة العامة مثل التباعد، الماسك والأمور هاي، وأجرت عدة انتخابات زي ما حكينا، ولا الحمد لله ما صار إشي. طبعا الموضوع ما زال في الدراسة، شو الأمور ما أعلنت عنها إلكشن كندا هي المفروض تعلن عنها، ولكن من المتوقع أن تكون قريبة جدا من الموضوع. متوقع أنه تقل عدد الناس اللي ذاهبة للانتخاب خوفا من الجائحة كما قلت في المقاطعات الثانية، وأيضا من المتوقع أيضا أن يكون هناك زيادة على الأدفانس بول أو الانتخابات المبكرة، أنك ممكن تروح تصوت مبكر والتصويت عبر البريد. إيش الموعد التصويت؟ ما هو موعد التصويت الرسمي؟ موعد التصويت واليوم الانتخابات هو 20 سبتمبر، يوم كامل بيبدأ من الصباح إلى المساء في جميع أنحاء كندا. ستفتح أماكن الاقتراع لمدة تقريبا 12 ساعة، طبعا تعتمد على الوقت متى تفتح ومتى تغلق حسب المقاطعات. تعرفوا إحنا في كندا عندنا 5 time zone، وبالتالي سيكون في هناك متى ستفتح ومتى تغلق. من يستطيع التصويت؟ أي مواطن كندي لديه الجنسية الكندية، ليس الجواز السفر يا جماعة. إذا أنت معك citizenship وما معك جواز سفر يحق لك التصويت، لأنه هذه سألوني إياها كثير ناس، خاصة اللي حصلوا على جنسيات، هل مضطر أني أطلع جواز سفر؟ لا، بجنسيتك الكندية فقط. لازم يكون عمرك أكثر من 18 عام، ولما تروح تصوت لازم تثبت هويتك، من أنت، سواء بطاقة الرخصة، رخصة تثبت هويتك وتثبت مكان عملك، هذه تكفي. إذا لم تحصل على الرخصة ما بتسوق، ممكن
جواز سفرك او هوية او اي بطاقة اخرى عليها صورتك، زائد البل اللي بتوصلك هاي فواتير الكهرباء والمي. اذا واضح جدا. كيف اعرف انه انا بقدر انتخب واسمي مسجل ولا مش مسجل؟ تدخل على Election Canada. Election Canada. Election Canada بتدخل كل معلوماتك في مكان بتشوفه اذا انت eligible ولا لا، بتدخل معلوماتك وبيّن لك عنوانك. طبعا لازم يصلك بالبريد قبل 20 سبتمبر بطاقة معلومات الناخب، هي عبارة عن زي كرتونة بكون مكتوب عليها اسمك وعنوانك، وبرضه بكون مكتوب عليها المكان اللي لازم تروح تقترع فيه بيوم الاقتراع لأنه مكان محدد، أو الأماكن اللي ممكن تروح تقترع فيها في الأدفانس بول. أوكي؟ إذا ما بتعرف، التسجيل دائما دائما بكون عن طريق موقع Election Canada. Election Canada سهل جدا، أنا هحط لكم برضو الرابط تبعه على الشاشة عشان ما تنسوا. وهي برضو شوفوا كيف أنا دخلت عليه وحتى ترجمته للغة العربية عشان أسهل عليكم. Election Canada. طب هاي زي ما انتم شايفين الموقع، بقول لك استخدم، بتروح على البداية هون. طبعا تقدر ترجم للعربي، أنا بدي أكمل إنجليزي. Start، بيسألك شوية أسئلة. Next. Are you Canadian citizen؟ عمرك 18؟ عندك home address؟ أنت بتشتغل في الفورس إليكشن؟ No. وهلما جرى، وهون تقدر تعرف كل المعلومات عن الموضوع كله بإليكشن كندا يا جماعة. وحط لكم الموقع. طبعا إذا دخلت election.ca بكمل لك هذا. خلينا أطلع لكم الموقع كامل. election يب، هذا هو الموقع عشان تكونوا عارفينه. سوري يا جماعة بس هاي. هذا هو الموقع election.ca، محطوط عليه كل المعلومات اللي بدك إياها عن الاختراع. طيب سؤال مهم جدا، هل يمكنني التصويت مقدما؟ وهذا هو السؤال اللي كلنا حابين نعرفه، لأنه خاصة مع جائحة الكوفيد في أمور كثير عم بتصير فبدناش نقع في هذه المشاكل. نعم، يمكنك التصويت يوم الجمعة 10 سبتمبر، يوم السبت 11 سبتمبر، ويوم الأحد 12 سبتمبر، ويوم الاثنين 13 سبتمبر. يمكن التصويت 4 أيام قبل الانتخابات بأسبوع تقريبا. الأسبوع الانتخابات حتكون 20 سبتمبر يوم الاثنين. فإذا بدك تعرف برضو مكان الاقتراع للتصويت المبكر، بتروح على الموقع اللي موجود election.ca وبعطيك هذا الموضوع. برضو يمكنك يوم قبل أي يوم، قبل يوم 14 سبتمبر قبل الساعة 6 المساء، تروح على زيارة أي مكتب بريد محلي وممكن تقترع فيه عن طريق بسموه الميلينج باليتس، واللي هو فري بتبعته عن طريق البريد بالمجان. لكن قبل يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الساعة 6 المساء، 6 و5 دقائق ما رح يقبلوا التصويت منه. طيب كيف اللي معروف انك كيف بدك تعرف مكان الاقتراع والامور هاي؟ اجين حكينا، بيجيك الكرت البريد او بتدخل على Election Canada وكله ببين اماكن الاقتراع اللي انت ممكن تروح تقترع فيها او تصوت فيها. اوكي طيب كيف بدي اعرف المرشحين؟ هذا مهم جدا جدا جدا. كيف اعرف المرشحين اللي نازلين؟ عاده بيصير في حملة انتخابية للمرشحين بمروا، لكن هذه الفترة عشان الكوفيد وعشان مشاكل كثيرة مثل التباعد الاجتماعي وقصر مدة الانتخابات أكثر أقل من 36 يوم، وبالتالي يمكن ما يمر عليك المرشح الانتخابي وما تسمع عنه. عادة بتشوف اليافطات موجودة الآن في الشوارع، الآن بدأت تطلع، أو بتدخل على الموقع اللي حكينا عنه اللي هو الكانديديتس، وبتعرف وين أنت بأي مكان، وبالتالي تقدر تعرف المرشحين اللي تصوت لهم. طيب هل أنا بصوت لرئيس الوزراء وبصوت للنائب تبعي؟ الجواب لا.
في كندا هي ديمقراطية برلمانية زي ما حكينا، في عندنا 338 مقعد في مجلس العموم اللي هو المجلس الكومن، مجلس العموم بسموه الكومن هاوس، ومقعد بيمثل ما يقارب منطقة فيها 100,000 شخص، أوكي؟ وعندنا مجلس شيوخ بتم تعيينه في 105 من الشيوخ ولا يمكن انتخاب، أوكي؟ مما يعني إنه أنت بتصوت لشخص في البرلمان، والحزب اللي بحصل على عدد أكبر من الأصوات هو اللي بيمثل، اللي بسوي الحكومة. رئيس هذا الحزب هو بيكون رئيس الوزراء. فأنت ما بتصوت لفلان ليصير رئيس وزراء، أنت بتصوت للنائب. حتى جاستن ترودو نفسه بصوتوا له كنائب وليس كرئيس وزراء في منطقة، أوكي؟ الآن زي ما حكينا، أكثر حزب بحصل على عدد مقاعد في البرلمان هو اللي بشكل الحكومة، ويصبح الحزب الثاني هو الحزب المعارضة الرسمي. مثال حالياً حزب اللي مشكل الحكومة اللي هو حزب الليبرال، وحزب المعارضة اللي هو الكونزرفاتيف، لأنه الليبرال عندهم عدد مقاعد الأكثر. الآن اللي صار إنه الحزب الليبرال عنده عدد مقاعد ليست أكثر من 50%. يعني إذا عنده 170 مقعد I think وما أكثر، بيقدر الحزب يسوي حكومة بيسموها حكومة أغلبية. الآن حاليا الحزب الليبرالي عنده أكثر عدد مقاعد ولكن لا يزيد عن 50%، وبالتالي هو حكومة أقلية، أوكي؟ إذا عنده 50% فما أكثر، 50% زائد مقعد بيسوي حكومة سموها حكومة أغلبية أو حكومة برلمانية أغلبية. الآن اللي حاصل حكومة أقلية. طيب إيش اللي بيصير في الحملات الانتخابية؟ بيصير أول شيء حل البرلمان زي ما حدث، بروح رئيس الوزراء إلى الحاكم العام في كندا وبطلب منه أن يحل البرلمان، وبالتالي بدعوا إلى انتخابات برلمانية، بيحددوا التاريخ للانتخابات البرلمانية. بعد الانتخابات، بعد ما تطلع النتائج، بيجتمع المجلس وبيبدأوا يبدأوا أمورهم بوضع التشريعات وتصري الأعمال. طبعاً كل النواب عند حل البرلمان بيفقدوا عملهم، إلا الوزراء يبقوا العمل إلى أن تشكل حكومة جديدة. أوكي؟ خلال هذه الفترة طبعاً بتقل القرارات والإعلانات الحكومية، وخاصة الأمور الغير روتينية، وبتضلها الأمور الروتينية ماشية زي ما هي. شو بصير في الكامبينز؟ بصير النائب بيفتح كامبين أوفيس إله أو مركز اقتراع إله، الناس تقدر تيجي عليه. بصير بده أربع شغلات مهمة. أول إشي إنه بده دعم مالي، لأنه معظم هاي الكامبين تندعم من الأشخاص، من الناس. أي مبلغ بتدفعه للنائب إله تاكس ديدكشن. إذا دفعت هذا المبلغ الأقصى إنك، أو المبلغ الأقصى إنك تحصل على ديدكشن، إذا دفعت $400 برجعوا لك 75% منهم عند تسجيل أو عند وضع التاكس تبعك أو التاكس ريتيرن، يعني برجعوا لك $300 منهم تاكس ديدكشن. $400 برجع لك $300 منهم، $100 برجع لك $75. أكثر من $400 برجع لك أقل من 75%. إحنا بنحكي على الأفريج اللي هو $400 ماكسيموم، برجع لك 75%. الشغل الثاني اللي بده إياها منك النائب إنك تروح تعمل فولنتير معه. إذا أنت مقتنع في نائب، روح على مكتبه أو اتصل فيه قل له أنا بدي أساعد بفولنتير، ممكن اتصالات، ممكن دق أبواب توزيع، ممكن وضع العلامات اللي موجودة. الشغلة الثالثة وهي المهمة اللي هي المساعدة يوم الانتخابات. يوم الانتخابات في ناس كتير بكونوا عجزة أو مقعدين وبدهم ناس عندهم السيارات بتسوق بتوديهم على مكان الاقتراع وترجع. والشغلة الرابعة طبعا التصويت خلال الانتخابات. يا جماعة، الناس في عدد من الدول تموت لأجل أن تحصل على الديمقراطية والقدرة على التصويت بالحق. يعني في ناس بتصوت بس انتوا عارفين كيف التصويت، خاصة في بعض الدول. لا تفقد حقك الانتخابي، هذا حقك ومشروع بالقانون ويجب عليك انك تطبق. طيب، في شغلة بسموها المناظرات الانتخابية. في سؤال اجاني، ما هي المناظرات الانتخابية؟ المناظرات الانتخابية هي عبارة عن مناظرات رسمية
بتصير بين القادة وأحيانا بين المرشحين، بما معناه أنه القادة تبعون الأحزاب الأساسية راح يكون عندهم في هذه السنة مناظرة يوم الأربعاء 8 سبتمبر باللغة الفرنسية، بتكون على التلفزيون عادة وتعرض لك على جميع السوشيال ميديا، ويوم 9 يوم الخميس 9 سبتمبر راح تكون المناظرة باللغة الإنجليزية، بيسألوهم عن الديبيت بيسموه، بيسألوهم عن أمور بتهم المواطن وأمور ثانية. الآن بيصير مناظرات تجري في متاحف بأماكن أو تلفزيونات محلية أو تلفزيونات بتكون مختصة بالديبيت في المنطقة، مثلا منطقة كارلتون في أوتوا بيجيبوا أي تلفزيون محلي بيجيب الخمس أو ست أو ثلاثة أو أربعة المرشحين وبيعمل بينهم ديبيت سريع، هذا عشان المنطقة أهل المنطقة يعرفوا فيها. بس الديبيت اللي كل الناس بتتابعه اللي هو راح يكون في 8 سبتمبر 9 سبتمبر بين قادة الأحزاب، وهذا أهم ديبيت طبعا. شو المخاوف بشأن المعلومات المضللة في هذه الانتخابات؟ طبعا بتصير كثير معلومات مضللة، خاصة في عصر التكنولوجيا وعصر الكوفيد. احنا عرفنا الأخبار المضللة اللي طلعت بموضوع الكوفيد 19، لكن هذه المؤامرات عادة مش لازم تستمع لها، احصل على معلوماتك من المصادر الموثوقة. وطبعا دائما 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 وكالات الأمن الكندية بتخالف جميع من يقوم بعمل هاي الشغلات مخالفات شديدة، التخريب العمد للساينز اللي موجودة في ناس لا سمح الله برسموا على الساين أو بقطعوها أو بمزعوها، إذا مسكت عليها مخالفة كبيرة جدا 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 ويعاقب عليها القانون، فانتبهوا من هذا الموضوع. طبعا دائما تحقق عن طريق التروث تراكرز، هذا برنامج اسمه تروث تراكر، من المعلومات اللي موجودة، ما تسمع أي شيء من السوشيال ميديا، لازم يكون كل موضوعك مواضيعك من الأوفيشال ميديا زي سي بي سي، سي تي في، سي تي نيوز، كل هاي الأمور اللي دائما فعلا تكون حذرة في إعطاء المعلومات. كيف أحصل على أخبار الانتخابات؟ أخبار الانتخابات تحصل عليها عن طريق حكينا الميديا العادية، ممكن عن طريق الأحزاب نفسهم، إنك تشترك مع الأحزاب بالنيوزلتر أو تشترك مع النائب تبعك في النيوزلترز أو مع المرشحين. وطبعاً ممكن أيضاً تحضر الديبيتس عشان تعرف أكثر عن الأفكار اللي بتبناها الحزب. طبعاً يوم الانتخابات بتصير تغطية للانتخابات على كل السوشيال ميديا، سي بي سي، سي تي في، على كل الأخبار الأساسية أو المواقع الأساسية للأخبار، وممكن تطلع على هذا، وبنكون جايبين أول بأول الحصر والأعداد ومين أخذ أكبر نقاط ومين أقل نقاط، وخاصة عند تجميع الصناديق وفرزها، وهذا طبعا مهم جدا جدا جدا. طبعا تقدر تطلع برضو على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن زي ما بنحكي دائما كون حذر منها، إذا ما كان هذا الموقع تبع التواصل الاجتماعي زي التويتر والفيسبوك الخاص لأحد المؤسسات مثلا زي ماكلين أو سي بي سي أو سي تي بي، وكل هاي الأمور لازم تكون منتبه للموضوع. طبعا هاي أهم الأسئلة اللي جتني عشان موضوع الانتخابات، موضوع مهم جدا جدا جدا. أنا دائما كل سنة بعمل أو كل انتخابات بعمل تقريبا تفصيل ل البرامج الانتخابية، لكن السنة هاي للأسف مش حقدر، فأتمنى أنكم جميعا تقدروا تروحوا على الموقع الرسمي للحزب وتستطيعوا أنكم تستجدوا من هذا الحزب ما يتكلم عنه. معظم الأحزاب عم بتطلع الآن الاستراتيجي تبعتها أو السياسات تبعتها اللي هي يجب أن تنتخب على أساسها. للأسف نحن انتخابنا يأتي يا إما حب لشخص معين أو كره لشخص معين تنتخب اللي ضده، أو كره لحزب. معظم للأسف اللي بنتخبوا في كندا 60% بقول لك بنتخبوا رئيس الحزب، بنتخبوا عشان رئيس الحزب هو فلان وهو عارفين أنه بده يصير رئيس وزراء لشخصيته أو لهذا. 20% بنتخبوا عشان النائب اللي عندهم لشخصية النائب نفسه،
و20% للأسف أو أقل بنتخبوا بسبب البرنامج الانتخابي، وهو المفروض يكون هو الثقل اللي هو البرنامج الانتخابي للحزب. ماذا يريد أن يقوم هذا الحزب بإصلاحات خلال الفترة التي سيحكم بها إذا تم انتخابه؟ عشان هيك ركزوا. أنا صراحة ما بنتخب حبا بحزب أو حبا بشخص أو حبا برئيس، بنتخب فقط بناء على دراستي للبرنامج الانتخابي لكل حزب، بحطهم بجدول 1 2 3، الهيلث كير شو بدهم يسموا فيها، الايكونومي، الفورين افيرز، الاشياء الاساسيه، الانتر بروفينشال مثلا ترانسبورتيشن شو بدهم يسووا، الانتر بروفينشال مثلا الايدز للاديوكيشن، كل هاي الشغلات بتهمني كثير، فانا بقوم بتفصيلها واحده واحده. كنت معكم اليوم أنا جمال الشريف، محدثكم من قناة كنار تي في، صوت العرب من كندا. نلقاكم إن شاء الله قريبا جدا، وإلى لقاء آخر، بستودعكم الله. وما تنسوا يوم الانتخاب لازم تروح تنتخب. إن شاء الله بتنتخب أي حدا، بديش أحكي اسم هذا، المهم تدخل وتسجل اسمك، لأنه صراحة يا جماعة معلش أنا كنت أنهي الحلقة، بس صراحة في موضوع مهم جدا، إنه النائب لما يصير نائب أو أي حدا من المرشحين يحق له الحصول على كشف الأشخاص اللي تم أو اقترعوا. ما بعرف جمال لمين انتخب، ما بعرف، بس بعرف إنه جمال راح انتخب أو لا. إذا شاف أسماء العرب أو أنا بحكيها لا لأنه أو شاف إثنية معينة عندها رقم قليل، نسبتها مثلاً 1% من العرب والمسلمين في هذه المنطقة بنتخبوا، فلما يصير عنده برامج انتخابية لن يفكر فينا. لما يزيد إحنا نسبتنا في الاقتراع، هم ما بيعرف لمين انتخب، ما حدا بيعرف لمين انت انتخبت إلا إذا انت حكيت، ما حدا حيعرف وما تخاف، لكن تسجيل اسمك على هذه اللائحة رح يرفع قدرتنا الانتخابية في التغيير في الانتخاب. فأرجوكم يا جماعة، أرجوكم تروحوا تنتخبوا. سلام للجميع.